24 Eylül 2018 Hüseyin Ateş hocamızın annesinin cenazesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi imamı. Evet Hüseyin, başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin, uzun ömürler versin. Şimdi dayı biliyor mu sen? Biliyorum. Bir çene orada daha var, o da Üzümlü köyüne gidiyor. Hocalarımız buradalar. Şehir mezarlığındayız. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. حمد سنين نعمت سنين ملك سنين. Bizler ancak sana ibadet eder, sana kulluk eder, senden yardım bekleriz. Bizlere kendilerine nimet verdiğin, izzet-i ikramda bulunduğun, korktuklarından emin umduklarına nail kıldığın bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a salat ve selam ediyoruz. Bizleri ona layık kılmak eyle. Onun yolunda ve sünnetinde kaim eyle. Amin. Sevgisine layık eyle, şefaatlerine merhume teyzemizi ve dünyamızı nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Okunan Aşr-ı Şeriflerden, Sure-i Celilelerden, söylenen tekbirlerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat, hulasa-i kainat fi yevmil arasat, hakkında estaizu billah ve ma arsennâke illa rahmeten lil alemin buyurduğun Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar, aziz, latif, pak ruhu saadetlerine tarafımızdan acizane, fakirane ve fakat halisane hediye eyledik, vasıl eyledik. Amin. Hasıl olan sevabı Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar
Her ne kadar peygamberan hizam gelip geçtiyse onların da ervahına hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azad eyle ya Rabbi. Amin diyen Müslümanların anne baba akrabayı taallukatından ahireti irtihal edenlerin de ruhlarını hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu kabristanda metfun olan bir cümle müminin ve müminatın ervahını hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hasılın sevabı hasaten merhume teyzemizin ruhuna hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sual meleklerinin suallerine kolayca cevap verebilmeyi ona ve cümlemize nasip edemeyesir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Konuşan dillerimiz tutulmadan, çalışan kalplerimiz, kararlık gönüllerimiz yıkılmadan ol kelime-i münce-i mübarekeyi hep beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek cemali Resulullah'a nazir-i hayran olarak çene kapamak cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasibu yesir eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ervahı için, aziz şehitlerimizin ruhları için ve hasreten merhume teyzemizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, cenaze sahipleri adına buraya kadar teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder. Cenaze yakınlarında taziye için müsait bir yere geçmelerini dilerim.